انا هبتدي من التصوير، لانه اكيد التصوير انت كنت قريب من الاحداث. يا احمد قول لي كده بالظبط ايه التفاصيل اللي حصل. انا عرضت مجموعه من الفيديوهات من في الاول توري للناس كده الدنيا مشيت ازاي. قول لي تفاصيل اللي حصل، وقول لي حاسس انه خطا مين كل اللي جرى. في البداية أنا رحت الملعب، الماتش كان الساعة 7:30. أنا يعني رغم صغر سني، لكن أنا بقالي 4 سنين بروح يعني ماتشات كورة، وعارف إن ماتش بجمهور لازم أبقى هناك متواجد من بدري عشان أقدر أدخل الملعب قبل الزحمة وقبل ما تحصل مشاكل أو حاجة. فأنا كنت متواجد من الساعة 3، دخلت ما كانش كان يعني الأمن كان سلس جدا في التعامل مع الجمهور، اللي معاه تذكرة بيدخل واللي معاه دعوة بيدخل. دخلت الملعب الساعة 4 في الأول، الأمن كان بسيط وسلس في الأول الساعة 3، تذكرة أو دعوة بيدخلوه بيدخل ما فيش أي مشاكل. أنا أو يعني الماتش ده أول ماتش ممكن أكون دخلت بسهولة ويسر، ما فيش أي مشاكل. كويس، ما فيش أي مشاكل. بعدين الساعة 4 دخلت نزلت أرض الملعب، كان متواجد في المدرجات بعض الجمهور، صورتهم وطلعت أصور المفروض وصول الفرقتين، يعني المفروض كان ميعاد وصولهم الساعة 5، طلعت أصور وصول الفرقتين. وقفت شويه، فرقه ام بي جت بالباص بتاعهم ودخلوا، صورتهم، الوضع هادي جدا ما فيش اي مشاكل. حسيت ان لعيبه الزمالك بداوا يتاخروا، المفروض لعيبه الزمالك ميعاد وصولهم 5:30، 7:06 الا ربع، 7:06 لعيبه الزمالك ما جوش. اجريت اتصالات ببعض لعيبه الزمالك، قالوا احنا اتاخرنا في الطريق عشان الزحمه وبنحاول نوصل للملعب. بدانا واحنا جوه نشم ريحه غاز مسيل للدموع. يعني انت ما حضرتش مشهد الاشتباك الاولاني؟ الاشتباك الاولاني ما حدش حضره خالص. بدانا واحنا جوه نشم ريحه غاز مسيل للدموع، لقينا الشرطه. ما سمعتش صوت؟ صوت القنابل؟ صوت قنابل الغاز ما سمعتهاش خالص. بدانا نشم ريحه غاز مسيل للدموع، اتحركت بره اشوف ايه الوضع، لقينا قوات الشرطه الاحتياطي اللي هي جوه بدات تطلع بكثافه لبره. لقينا بره الوضع يعني شبه منهار، في خلفيه يعني احداث يناير واحداث الثوره، عربات شرطه والعه، ضرب من هنا وضرب من هنا، وبكثافه كبيره جدا ما حدش يقدر يستحمل ان هو يكون متواجد بره من الغاز المسيل للدموع. الوضع من بدايته كان خطا، او مساله دخول الجماهير كانت خطا. خطا من ناحيه ايه؟ لو هتدخل جمهور لازم يكون يعني درس الموضوع بشكل مثالي، لان احنا قبل احداث بورسعيد كنا بنفتح الباب واللي عايز يدخل بيدخل، فما كانش بتحصل ازمه او اي حاجه، لان الباب مفتوح يعني سبيل، اللي عايز يدخل بيدخل سواء مع تذكره او معوش تذكره. ده اللي كان بيحصل قبل احداث يناير. بعد احداث يناير الوضع اختلف، انا لازم اعرف مين داخل الملعب مع تذكره معوش تذكره، ممكن يكون داخل يعني عنده هدف ما يعمله ايا كان الهدف. طيب يعني انت كده بتقول ان الداخليه عملت صح؟ انت بتقول ان هم دخلوا الناس بسلاسه في الاول، وانه الناس لازم يبقى معاها تذكره، اللي معاه دعوات، اللي دخلوا بسلاسه، اللي دخلوا من البوابه اللي احنا دخلنا منها كصحفيين. لكن الجمهور اللي دخل يقعد في الدرجه الثانيه، اللي دخلوه من الممر اللي تحت، عشان اشرح بس عشان الناس تبقى فاهمه، الحدث او الواقعه ما كانتش قدام الملعب. الواقعه كانت ورق في الممر اللي تحت، يعني ملعب الدفاع الجوي في ممر تحت بيودي لبوابه خلف، يعني البوابه سفلى دي الممر دوت. ورينا صور يا والي معانا وفيديوهات وكده. اللي الجمهور قال عليه ممر الموت، اللي هو كان قفص حديد. انا ما اعرفش، مش يعني ما عنديش معلومه ليه اتعمل القفص الحديد ده عشان الناس تعدي منه. طالما انت كده هتعدي الناس من الممر، اديهم حريتهم ان هم بيتحركوا. يعني لو احنا في طابور بتبقى في زحمه، لو طابور واحد ورا واحد بتبقى في زحمه برضه، لكن لما تبقى حوالي 5000 واحد او 6000 واحد داخلين مع بعض في الممر، طبيعي ان هتحصل اصابات بينهم لو داخلين على مهلهم طبعا. لكن لما يبقوا محطوطين في قفص حديد بيعدوا منه بيتدافعوا مع بعض، حصلت مشادات مع الصفوف الاولى والامن، احتكاكات بسبب الدخول، هم عايزين يدخلوا بدري عشان يعملوا دخلاتهم لاسباب ما. يعني للاسف يعني هقولها، حد غير مسؤول اطلق قنبله غاز مسيل للدموع من الداخليه. يعني هو ده السبب، دي السبب الرئيسي، الشراره الاولى. يعني الشراره الاولى قنبله اللي ضربت جوه صفوف الجمهور. طبعا كل واحد حاول ان هو يهرب من الغاز المسيل للدموع، بدا يعني كله يجري ويرجع لورا، ده ادى لانهيار القفص الحديدي والناس جواه
وكله بيتدافع على كله وكله بيقع على كله. انا علاقتي يعني علاقتي بال يعني عندي هل انت شفت في صفوف هذا الجمهور اي نوع من انواع الادوات اللي ممكن يكون يتعمل بيها اشتباك؟ انا خلال حوالي ساعه ونص انا داخل الملعب 4:30 من 3 لـ4:30 وانا واقف بره ما شفتش اي حاجه ولا اي مشاكل. يعني انا ما شفتش حد معاه عصيان خالص، شماريخ كل اللي جاي وكل الاوتوبيسات اللي جايه باعلام وجايه ما فيش اي مشاكل خالص.